النهاردة هنعمل تشيكن سيزر سالاد. هي سلطة محبوبة جدا، ناس كتير بتفتكر انها سلطة ايطالي، بس هي اول ما طلعت في المكسيك. والنهاردة هوريكم الوصفة المظبوطة اللي هتطلع لكم السلطة طعمها حلو جدا زي في احلى مطعم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصدقائكم. لو اول مرة تزوروا القناة ياريت تشتركوا معايا، انا بنزل وصفتين في الاسبوع، وصفة حلو ووصفة حادق. يلا بينا نبتدي الوصفة في آخر الفيديو. أول حاجة هنحتاج 3 صدور فراخ. تبل صدور الفراخ بفلفل أسود، وهناخد معلقة مستردة ديجان هندهنها على صدور الفراخ. لو ما عندناش ديجان ماسترد ممكن نستخدم مستردة عادية. وبعد كده هنحمر الفراخ لغاية لما تاخد لون حلو تستوي. هنحتاج عيش باجيت، ولو قديم شوية بيكون أفضل عشان ما يشربش زيت كتير. هنقطعه مكعبات تقريبا 2 سنتي، وهنحمره في الزيت لغاية لما ياخد لون ذهبي. لو مفيش باجات ممكن نستعمل توست. وهنحتاج واحدة خس، هنستخدم الخس العادي اللي هو بيسموه الخس الرومان، بيكون أحلى من الكابوتشا. هنجهز تتبيلة السلطة. هناخد 6 معالق زيت زيتون، معلقتين عصير ليمون. هنحتاج 3 شرائح أنشوجة، هنقطعها رفيع قوي ونفرمها شوية بالشوكة. حاولوا ما تستغنوش عنها لأن هي بتدي إضافة حلوة وطعم حلو للسلطة. هنضيف فص أو فصين ثوم مفروم ومعلقة كبيرة مايونيز. في الوصفة الأصلية بيحطوا بيضة نية، بس أنا ما بحبش أحط بيض ني، فبحط مكانه المايونيز. وثلاث معالق كريمة خفق. هنخفق المكونات دي مع بعض، وهنضيف معلقة مستردة وكمان ملح وفلفل، ونقلب كل المكونات حلو مع بعض، ونسيبها على جنب تاخد شوية طعمها. الفراخ المتحمرة هنقطعها شرائح، وعلى فكرة ممكن نعمل نفس السلطة دي بالجمبري، أو ممكن نعملها من غير بروتين خالص وتبقى سلطة جانبية، يبقى طعمها برضو حلوة قوي. وهنقطع الخس، وهنقطع الجبنة البارميزان، هنقطع جزء منها شرائح رفيعة قوي سلايسز، وجزء منها هنبشره. لو مفيش جبنة بارميزان ممكن نستخدم جبنة رومي، بس بيبقى الطعم مختلف شوية. قبل التقديم على طول نبتدي نرص السلطة، مش برصها بدري علشان العيش ما يتراش. أنا بفضل أقدم السلطة دي على طبق مسطح مش في بول، فببتدي أفرد الأول الخس على الطبق وأحط فوقيه العيش المتحمر، وبعدين الفراخ، وبعدين برش الجبنة على الوش، والجبنة اللي قطعناها شرائح رفيعة بحطها في الأركان بتدي شكل ظريف. وبعدين بحط شوية دريسنج على الوش، والباقي بتاع الدريسنج أو صوص السلطة بحطه في بول صغيرة جنب السلطة أو في وسط الطبق. وكده خلصت السلطة بتاعت النهاردة، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين. وإلى اللقاء في الوصفة القادمة إن شاء الله.